السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. من أمام مدرسة العالم الحديث الخاصة، اليوم الاجتماع الكبير التكريمي في عالم دي اكس ان، وأمامنا الجموع الغفيرة من عدة جنسيات يستعدون للدخول إلى القاعة. إن شاء الله تعالى دقائق معدودة وندخل إلى قاعة التكريم، حيث حضور أكثر من 2000 عضو من أعضاء دي اكس ان. وهذه سيارة الروز رايس لشركة دي اكس ان، حيث سيتم نقل الليدر في جولة إلى دبي. كل قادة دي اكس ان سيارة الروز رايس.